ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 22 للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. وفي بداية الجلسة تمت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة. وقرر المجلس الموافقة على المرسوم وتمت إحالته إلى رئيس مجلس النواب. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. وقرر المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة. ومبررات إصدار هذا المرسوم تأتي في الحاجة الملحة لاستكمال الإطار المتكامل لضمان سرية المعلومات وحماية وثائق الدولة عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز وطني واحد.